مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. نشرت ياسو تي في ستوري على انستغرام من بعد غياب قصير شكرت فيها المتابعين على الأرقام اللي حققتها مؤخرا. هلو، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أول شيء شكرا كتير 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 على 4 مليون مشاهدة على أغنيتي أول شيء. بتاني شيء كمان شكرا كتير 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 على 1,100,000 على الانستغرام. نور ستارز مشغولة حاليا بالتحضير للفيديو كليب ومفاجآت جديدة بدبي، فنشرت ستوري مبينة فيه أنه كانت كتير تعبانة من بعد ساعات طويلة من التصوير. اشتقت لكم كتير، بس كل اليوم كنت عم صور. هلا وصلت من شوي على الاوتيل بعد تقريبا 16 ساعة تصوير. بس اثار فيديو شيرين بيوتي الاخير الجدل على يوتيوب مؤخرا اللي كان بعنوان يوم كامل مع الكراش، حيث تداول الفيديو عدد كبير من المتابعين وخاصة متابعين غيث مروان وبكثرة نظرا لتواجده بالفيديو. ودائما ما تثير فيديوهات شيرين لما تذكر كلمة الكراش، فحدث هذا مسبقا لما اعترفت انه كراشها ناس. بستوري على انستغرام وحسب تحليلات الجمهور ردت ماريانا غريب ولأول مرة على ريدر واغنيته كارنافالي، فكتبت تخيل اعطي من وقتي واقصفه، مو مستاهل خباثتي. وبستوري ثاني اجابت ماريانا عن بعض الانتقادات. يا جماعة انتوا بتضلوا بتعملوا لي تاج على انتي بميك اب ولا بلا ميك اب على التيك توك ومدري شو كذا، انا بعمري ما حطيت ميك اب. ها انا هلا هاي وشي، ها وين الميك اب؟ وينه؟ وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.